إلى مازن الشامي ناطق باسم شبكة شام الإخبارية. مرحبا بك مازن معي. مازن، إذا الجيش الحر يسيطر على حاجز في إعسال الورد بالقلمون، ما هي التفاصيل؟ نعم، بالفعل يعني معارك القلمون مستمرة، والثوار يخوضون معارك عنيفة، وخاصة في جنود القلمون وطيران المروحي، يعني لا يهدأ. والقصف من القرى المحتلة من قبل النظام على جنود القلمون مستمر. أمس قامت جبهة النصرة بالهجوم على نقطة المرصد التابعة لحزب الله في بلدة عسال الورد، مما أدى إلى تدمير آلياته وقتل وجرح العديد من عناصره. يعني حقيقة في الأيام الماضية في الأيام الماضية كثرت الإشاعات في القلمون، وخاصة عن تحرير اللواء 18 ومدينه النبت، ونحن بدورنا ننفي نفيات عن تحرير اي قطاع عسكريه دون الاعلان عنها من قبل الكتائب المقاتله في منطقه القلمون. بالنسبه لما يجري في العاصمه دمشق، يعني منذ ساعات الفجر وحتى اللحظه اشتباكات على كل من جبهات جوبر ووادي عين ترمة والدخانيه بمؤازره المدفعيه الثقيله والقذائف الصاروخيه التابعه للنظام. يعني حي جوبر منذ الصباح وحتى اللحظه القصف مستمر بكافه انواع الاسلحه المدمره، إضافة لبلدة الدخانية ووادي عين ترمة. أيضا تشهد هذه المناطق اشتباكات منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة. منذ قليل في خبر عاجل، يعني طائرات الميج لأول مرة تقوم بمناورات جوية مكثفة من جهة مدينة عربين وحارستا. تأتي هذه المناورات طبعا بعد شن جبهة النصرة بمشاركة فصائل أم القرى وجند دمشق وفيلق عمر هجوما واسعا على قطاعات محيطة بالمركز الأمني التابع للمخابرات الجوية في حارستا. نعم مازن، يعني هذه بمقارنة التقدم للجيش الحر في العاصمة دمشق وانسحابه من بعض المناطق كعدرة، هل من الممكن أن نعتبر هذا التراجع أم تكتيك جديد للقوات والفصائل المقاتلة؟ نعم، يعني بعد توحد الفصائل التي انطوت بالقياده الموحده بداوا بتحرير منطقه الدخانيه والتقدم نحو جرمانة ومن ثم الى مدينه عدرا. حقيقه يعني بدا جيش الاسلام بسحب قواته من مدينه عدرا العماريه والبلد والتي كانت تحوي اكثر من 500 مجاهد. هؤلاء كانوا موزعين في 400 نقطه في مدينه عدرا. طبعا كانت الجبهه هادئه نسبيا لفتره طويله، لكنها استهلكت اعدادا كبيره من المقاتلين والعتاد والاسلحه لحمايه هذه المناطق، وهي تبعد عن العاصمه دمشق يعني اكثر من 20 كيلومتر، وكان من الافضل يعني انسحاب هؤلاء الى المناطق القريبه من العاصمه دمشق، وخاصه في جوبر والدخانيه. وان شاء الله يعني في الايام القادمه سوف نلاحظ التقدمات للجيش الحر بعد انسحابه من عدرا. اذا تكتيك جديد. نعم، مازن الشامي الناطق باسم شبكه شام الاخباريه، اشكرك جزيل الشكر.